شكرا. كلمة عن الكلمة والشيخ الطلال جات لا يزكي الله أحدا، لكن الخلوق المتأدب الصابر المجاهد المخلص ولا يزكي الله أحدا، إمام من المخلصين، مضرب المثل للمخلصين المتخلقين، الزاهد زهد لا يعلمه إلا الله، يزور الأرامل واليتامى والمرضى في المستشفيات، شغله الشاغل استتباب الأمن والاستقرار في البلاد، كلمته للطلبة في الجامعة في الجامع في كل مكان أنه كان يوصي بالمحافظة على الأمن وعلى الاستقرار وعلى الجزائر، لأنه تعب فعلا على الجزائر، وكان من الأوائل الذين كانوا مع الكورونيل عمروش وغيره، وحياته حافلة زاخرة سواء في مساره التعليمي أو في مساره التحاقه بالشؤون الدينية والأوقاف، المعلم الذي يفسر ويعلم من الثمانية صباحا حتى المنتصف النهار ما يجلس على الكرسي، نسأل الله له الرحمة إن شاء الله. الشيخ أنت كنت ملازم للشيخ في الأيام الأخيرة؟ كنت ملازما له، ومن بداية السبعينات إلى أن فارق الحياة البارحة على الساعة 21:00، وكنت جالس في قاعة الإنعاش لحظة بلحظة. الله إنا إليه راجعون. يعطيك صبر الشيخ ويرزقنا الصبر أجمعين إن شاء الله. ربي يرحمك. كيفاش؟ ربي يرحمك إن شاء الله. جزائر تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.